مستر عمر، عندي أخبار حلوة. الشرطي تبعنا أكد لي إنه وزير الداخلية هو حيتدخل بالموضوع، يعني اعتبر شو القصة انحلت. هو ده اللي أنت وصلته لي؟ صورة واحدة مش باين منها أي حاجة؟ واو، I'm so proud of you. والله العظيم هي طول الوقت مدارية وجهها من كل الكاميرات، يعني حتى فيزا كارت ما بتستعمل، كله كاش عشان ما تنكمش. والله هي ملعونة، شو بعمل أنا؟ يعني إيه؟ There is no identity card, there is no picture of her. نصابة محترفة زي دي مش هتتمسك بكاميرا مول. لو سمحت هتقولي أمين، مفيش حد غيره هيعرف يجيبها. ابعتي طيارتي الخاصة ليه، عايز أشوفه النهاردة. أمين؟ أمين بمصر؟ ماليش دعوة. أوكي أوكي أوكي، اللي جابك؟ عرفت اللي حصل، ما قدرتش استنى جيت على طول.